ای رقیب ملت کرد همچنان با نشاط و سرزنده است. گردش چرخ زمانه نمیتواند او را به تسلیم وادارد. چه کسی میگوید که کرد مرده است؟ کرد زنده است. زنده ایم و پرچم من هرگز بر نخواهد افتاد. جوانان کرد دلیرانه به او کم کم بود. محمد نادر کردی افغانی رحل عن افغانستان بعد سيطرة طالبان عليها، يقيم حاليا في أمريكا. يقول إن أصوله تمتد إلى شرق كردستان، وانتقلت عائلته إلى أفغانستان واستقرت فيها في عهد الشاه عباس الصفوي. علي الإقرار بأن هويتي الأصلية كردية، ونحن أمة من كردستان إيران. تم تهجيرهم في عهد الشاه عباس الصفوي في العام 1169 من إيران إلى منطقة قندهار في أفغانستان. ولاية قندهار أفغانستان. هذا هو ملا مصطفى البارزاني، وهذا أخونا الأكبر كاك مسعود بارزاني، وهذا كتاب سجل فيه العهد الذي جئنا فيه إلى أفغانستان من إيران الصفوية. هذا يضم أدلة أدرجناها في كتابنا. في الصحيفة الأخيرة من الكتاب يجري الحديث عن أنه من كل المكونات التي تعيش في أفغانستان توجد عشيرة ريكا كان. لم أكن متأكدا من أنهم جاءوا من كردستان إيران، ويتحدث عن من كانوا كبرائهم وماذا كانوا يعملون. كل ذلك جاء في هذا الكتاب. شارك كبراؤنا باستمرار في معارك أفغانستان من أجل الاستقلال، وأبدوا بطولات وشجاعة كبيرة. هذا هو الذي شجعني. فالتعرف على الهوية موضوع عميق، وعليك أن تعرف نفسك جيدا. هويات بسيار زيادة مشكلة است که باید داره خود بشناسی که تو کی هستی. حسب محمد نادر يتجاوز عدد الكرد في أفغانستان 350 ألف نسمة، وقد شكلوا لأنفسهم مجتمعا صغيرا تربطهم علاقات متينة. واسم الشهرة لغالبية الكرد في أفغانستان والمسجل في هوياتهم هو كرد، ومنذ سنوات شكلوا لأنفسهم جمعية واتخذوا علما لهم. في مؤتمر الاستشراق قال المستشرق الدكتور بيلوي عن كردي أفغانستان أن 20,000 عائلة موجودة في أفغانستان منذ العام 1191، وتتوفر لنا الآن قاعدة بيانات للكرد في أفغانستان وأحصيناهم، ويوجد في أفغانستان بين 50,000 و 85,000 كردي. قبل 6 سنوات كانت لنا مبادرة لتوحيد كردي أفغانستان. جمعنا كبراء القوم ووجهائهم من كل الولايات وشكلنا مجلسا. لهذا المجلس هيئة قيادية، تجتمع هذه القيادة في كل شهر اجتماعا، ويتم تبليغ كل كردي أفغانستان بنتائج هذا الاجتماع. کردهای افغانستان ایران میرسانند. یارا انسجام دادم، یارا تشکل دادم. به عنوان ازی که ما بزرگشان هستم، قدردانی از ما ایران برام. در زمان جمهوریت ما تانستیم. في العهد الجمهوري ومن بين 43 قومية يحق لها الحصول على بطاقة هوية إلكترونية. استطاع الكرد الحصول على هذه البطاقة وبصفتهم كردا، وتم توزيع بطاقات عضوية عليهم من قبل مجلس القيادة. للكرد الآن تنظيم جيد للغاية، ولديهم صحيفة إلكترونية في قسم الإعلام. ألف محمد نادر كتابين عن الكرد، أحدهما يتحدث عن حياة الكرد والقوميات الأخرى، والآخر يختص بأصل وتاريخ وحياة الكرد الأفغان. لم يطبع الكتابان حتى الآن، لكنه ينوي طباعتهما في المستقبل بلغات بشتو، دري، البلوچية، الكردية، الفارسية والإنجليزية. أكملت تأليف هذا الكتاب
في 7 سنوات، وهو بحث ميداني. تنقلت من باب لباب وتحدثت إلى كبار السن وعثرت على أصل كل قبيلة كردية. الكتاب يتألف من 10 فصول ومن 446 صحيفة. لو تحدثنا عن الكتاب فإن المقدمة تتحدث عن من نحن وإلى أي عشيرة ننتمي، ثم نأتي إلى الحديث عن أجزاء كردستان، كم هو عدد أجزاء كردستان وكم هو عدد سكانها، ثم انتقلنا إلى الحديث عن المكون الكردي في أفغانستان وعن عدد الكرد في مختلف الولايات. كل ذلك أوردناه في هذا الكتاب. مختلف ما ده سر از كتاب ما قد زدیم كه چقدر از كردا وجود داره دایجا و بعد ازو. انقطع كرد أفغانستان عن الكرد في كردستان الكبرى، وحسب محمد نادر فإن الأوضاع التي مرت بها أفغانستان جعلت من الصعب عليهم التواصل مع الكرد في أجزاء كردستان الأربعة الأخرى وإقامة علاقات معهم، لكنهم رغم ذلك حاولوا إنشاء تلك العلاقة من خلال القنوات الدبلوماسية، ويقول أنهم حاولوا الوصول إلى إقليم كردستان واللقاء مع الرئيس مسعود بارزاني. في العهد الجمهوري كتبنا 4 رسائل رسمية، واحدة لكردستان إيران ورسالة لكردستان العراق، وكتبنا رسالة إلى كردستان سوريا ورسالة رسمية لكردستان تركيا، وطلبنا رسميا من خلال وزارة الخارجية إيصالها إلى أجزاء كردستان. دعونا الأخوة الكرد للمجيء ولكي نتعرف على بعضنا ونعمل معا على التعريف بهويتنا، كتبنا رسائل رسمية، لكننا لم نتلقى الجواب من بغداد، أوقفت الرسالة. كنا نريد أن نأتي وأن تكون لنا لقاءات مع إخوتنا ومع أخينا الأكبر الزعيم البطل مسعود بارزاني ونتحدث معهم. كانت عندنا خطة استراتيجية، حاولنا المجيء كثيرا لكننا لم نتمكن من الوصول إليه ولقاء فخامته. الجيل الجديد من الكرد الأفغان وبسبب بعدهم واختلاطهم بالمجتمع الأفغاني لم يتعلموا اللغة الكردية، كما لم يتمكنوا من الحفاظ على التراث واللغة والأزياء الكردية بصورة جيدة، لكن شعورهم القومي الكردي لا يزال قويا ويعدون أنفسهم كردا وبفخر واعتزاز. راولسن الإنجليزي قال أن هؤلاء الكرد كانوا يتحدثون الكردية قبل 200 سنة. يوجد من آبائنا وأجدادنا أحدهم هو عبيد الله أفندي الذي ربما يتجاوز عمره 90 سنة. هؤلاء يعرفون شيئا من الكردية، لكن الكردية نسيت بيننا للأسف. نحن نعلم أن هوية المرء لغته، لهذا فإننا في استراتيجيتنا بعيدة المدى نخطط لعودة اللغة الكردية في الخطوة الأولى ومن خلال دروس تعليم اللغة الكردية. سيبدأ ذلك بالشباب وصولا إلى الكبار ومجلسنا القيادي وإنجاز المهمة. بخش شورای رهبری مو که اینا باید داره تکلم کرده بتوانن. تشير مصادر تاريخية إلى أن وصول الكرد إلى أفغانستان يعود إلى 4 قرون من الآن، بعد أن تم في عهد الصفويين نقل عوائل كردية إلى حدود الدولة الصفوية لغرض حمايتها من الاحتلال التركي والمغولي.